بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي احباء كايرو دار، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من حلقات اللغه الانجليزيه. النهارده معانا بعض التمارين على الوحده الثانيه زي ما وعدتكم قبل كده. وكنت طلبت منكم كمان ان كنتوا تذاكروا كويس قوي علشان تقدروا برضك تحلوا معايا. وكالعاده ان احنا بنشوف الاسئله قدامنا، بتحل مع نفسك بمساعدته طبعا، ولكن بنرجع نشوف الاجابات الصحيحه ونبدا بسرعه عشان ما نضيعش وقتنا. عندي كنت وقفت على رقم 14، النهارده هبدا من 15. بيقول لي كان يو جيف مي سبيس ادفايس. كلمة advice أصلا نصيحة، محدش يقول لي advice is نصائح. بالعربي ممكن نصائح، لكن بالإنجليزي advice ملهاش جمع. ملهاش جمع يعني إيه؟ يعني ما اختارش an ولا many ولا one. ما اختارش an لأن an مع المفرد و one مفرد وكلمة many جمع مع العدد يعني. أظن كده اخترته أنتوا الصح ولا أنا اللي اخترت؟ ما أعرفش، نشوف. طيب رقم 16 I don't have not luggage. ناس كتير جدا فيكم شطار عارفين إن كلمة luggage أصلا uncountable noun، luggage أو baggage يعني نفس الكلمة. وهلا ايه اشيل ال اي واحط بي اي بي از ان باك بي اي باجج، الكلمه نفسها لاجج او باجج uncountable noun اسم لا يعد. لا يعد يبقى بالتاكيد عارفين انتوا. طب انا عندي كلمه لا يعد يبقى معناها ايه؟ يعني ما ينفعش مني والباقيين كلهم ينفع. بس في حاجات بقى dont نفي، صم ما تجيش مع النفي، مشيت من الموضوع. كلمه الوت لازم حرف الجر اوف كده اخترنا صح. بساعدكم انا 17 they spend not money on travel. They spend money on travel. يا ترى فلوس money لعد ولا يعد؟ A lot of many وfew و التلات الأواخر لا يعد، وكلمة money سوري التلات الأواخر يعد. A few و many و مع العدد، لكن money لا يعد. عرفنا الاختيار. Enjoy your trip. Have not good time. أنا بقول لك وقت وقت كويس، وقت مش عارف مرات، يبقى هنا الوقت لا يعد. ولو سوري هنا الوقت لا مش وقت، انا قلت هنا ايه سوري، لما اقول الوقت ده بالذات يبقى انا حددته، يبقى ممكن اقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان هو اصلا ابستراكت مجرد يعني، لكن حطيت صفه فهضطر اقول كلمه. يا ترى ايه ولا ان؟ انتوا احرار. 19 I need a new space of sunglasses. اتفقنا النظاره حاجتين بيكملوا شيء واحد، يا ترى a double of ولا a couple of ولا a pair of؟ ارجعوا وشوفوا قلنا ايه. How yes number 20 I have space problem can you help me. يا ترى a few problem اذا كان problem مفرد بالتاكيد، ما a few بتجمع جمع. any a lot لازم حرف الجر of فبالتاكيد a problem. ساعدتكم في ده. How not students are there in your school. students جمع يعد، يعني بالتاكيد مش much، بالتاكيد مش كلمه little ولا كلمة فيو. How or have you finished book I lent you. خلصت الكتاب اللي دول. الكتاب اللي دول. الكتاب عرفته، هل انت خلصت الكتاب اللي انا which I gave او which I lent you اللي اديته لك قبل كده؟ تمام، نشوف مع بعض الاجابات. سامع حد يقول استنى؟ طيب قدامك اهو كده. يس اوكي، جاوبت دلوقتي من 15 ل 22. هنشوف مع بعض الاجابات. يس لاحظتوا احبائي؟ some advice يبقى advice لا تعد، much luggage لان كلمه luggage لا تعد، a lot of money الفلوس برضو لا تعد والجمله مثبته، a good time يقضي وقت سعيد، a new pair of sunglasses pair of حاجتين بيكونوا شيء واحد زي a pair of trousers، I have a problem عندي مشكله، how many students كم العدد، Have you finished the book الكتاب الذي أعطيته لك عرفتها. عندي كمان الجمل بتاعتي بتقول She has a space fresh name a French name but in fact she is English. اسمها اسم فرنساوي في الحقيقة هي إنجليزية، يبقى لها اسم فرنسي. اسم فرنسي ده حتى بالعربي كده اسم فرنسي نكرة صح؟ تبقى يا ترى ذا ولا ان ولا مني ولا واحدة من التلاتة؟ اتبقت كلمة شطار. طيب I am going away for week in September. تبقى I am going away for أسبوع واحد. One week ممكن أشيل one وحط كلمة شطار. طيب there isn't not supermarket near where I live. ما فيش ولا سوبر، ما فيش أي سوبر ماركت واحد في المنطقة اللي عايش فيها. يا ترى ولا مني؟ نشوف. الإجابة عندنا بتقول لي
She has a French name. لها اسم فرنسي رغم ان هي انجليزية. I am going away for a week. اسبوع. There is not or there isn't a supermarket. ما فيش اي سوبرماركت في المكان اللي عايش فيه. اوكي؟ بكده احبائي نكون خلصنا التشوز. هناخد بعض الجمل كده find the mistake ونبقى كده غطينا كل اجزاء الوحدة. بسرعة بيقول لي How much coffee have you drunk today? How much coffees? لو how much coffee بس تبقى صح. شو بتقى دي قهوة. لكن coffees فيها اس. ناس ممكن يقولوا ايه في الفانز مستيك. يشيلوا coffees ويحطوا coffee بس. اقول لهم صح. How much coffee. شو الاس يعني. في ناس تانين شطار. يقول how many coffees. وكلمة coffees هنا بقى معناها cups of coffee. Cups of coffee. Do we have a rice left? عندنا رز متبقي تبقى any rice. سؤال عادي do we have any rice بالتأكيد رايس ما بتعدش ما بقولش اي رايس ما بعدش من واحدة how many money لا كلمة money اتفقنا ان هي uncountable لا تعد ما ينفعش اقول many يبقى how much money 50 degrees 50 درجة اتفقنا ان درجة حرة عالية تبقى is ولا r 50 درجة رقم 50 الرقم نفسه تبقى is مش r يعني athletics العاب القوة منتهية باس اه بس مفرد تبقى athletics is عندي كمان the team usually plays very well لو بيفوزوا الفوز للفريق كله تبقى wins ما فيش مشكلة في اس لكن بيلعبوا بشكل مختلف individually بشكل فردي يبقى بالتأكيد ايه play بس يبقى the team usually play طيب the people in our group was watching الناس اللي في المجموعة بتاعتنا كانوا بيشوف الناس في المجموعة ناس عدد تبقى مش was تبقى where زي بالظبط كلمة ايه a number of with a number of a number نكرة تبقى جامعة a number of people are لكن the number of people الرقم the number لو هي معرفة زي كده تبقى is the number is a number are ما ننساش طيب Harry there is not many time left ما فيش وقت بقى يبقى much time الوقت ما يعدهوش much time 2 5-pound notes ورقتين او ورقتين بالورقه بخمسة جنيه ورقه بخمسة جنيه ورقتين يبقى الاثنين جمع يبقى ار مش از تبقى ار اون ذا تيبل ذا بوليس از الشرطه دايما بعمل جمع ذا بوليس ار في حاجه كده احفظها ذا بوليس ار تمام اظن كده انا جاوبت معاكم هتبص على مبص سريعه كده لاحظت كده يا احبائي مكتوب عندي ماتش بقت ميني هنا ايه بقت اني ماتش نمبر 4 از نمبر 5 بدل وير از ولا was ممكن خلاها was صح طبعا مش تبقى في الباست يبقى خمسة أسلكس was كباست مش تبقى ماشي مع الجملة مع التنس بتاع الجملة عندي كمان the team usually play was بقت where 8 many بقت match 9 is بقت are last one قلنا الشورت دايما تعامل معاملة الجامعة وبكده يا أحبائي نبقى غطينا الوحدة التانية ما تنسوش ان عندكم كم كبير جدا جدا من التمارين المتاحة على الموقع بتاعنا على نفس الوحدة عندكم امتحان كامل يا ريت تحلوا وتبعتوا لنا اي استفسارات واي اسئلة على الموقع بتاعنا الى ان نلتقي ان شاء الله في وحدة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته